يا نكار العشر أعطيتك قدر وقت الشدة أعطيتني بالدهر. الظلم طريقه محدودة والشر وقاته معدودة ودعاوي العيب ديما مردودة. الكلمة من عند الرخيص متزعزع ما تقيس ومن عند الغالي سهرك الليالي. من بيعوش اللي يشرينا ومن نكرهوش اللي يبغينا ومن غدروش اللي يثيق فينا. كاين اللي يغدرك ويخلي في عينيك الدمعة وكاين اللي يكويك ويدير في قلبك الوجعة وكاين اللي يبان مليح وهو مسموم أكثر من لفعة. الكذاب إذا كشفته يزعف وإذا قابلته يحلف وإذا عاود سقسيته يتلف. الملح يبنن الطعام والصح يبنن الكلام والرجولة ما هيش بالوشام. الصبر طريقه طويلة والوقت اللي وصلنا له ما بقى فيه ما يعجب. اللي كان مستور اليوم بان ربي يسترنا منهم ومن شرورهم لبدا. اللي راح من العمر راح ومحال ترجع أيامه. واللي طاح من العين طاح وما عاد يغلى مطعمه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيبة قلبي راني رجعت لكم بعد غياب طويل. ان شاء الله يا رب تكونوا كاع لاباس عليكم وفي احسن الاحوال. وان شاء الله الفيديو هذا تاع اليوم يعوض الشيء اللي قطعت عليكم. على بالي بزاف اللي سقسوني واللي قالوا لي كيفاش غبرتي كيفاش ما بنتيش. على غالب كل حال وعنده واش راه مخبي. ليسونسييل الواحد يحبط ربي ويشكر على كل شيء يوقع له في هذه الدنيا. على خاطرش كل بداية وعندها نهاية والحمد لله على كل شيء. هنا رايحة نتقاسم معكم هذا الروتين من اللي كنت باغي نحطها لكم صافي لونطون وكان باقي لي غير لونغيستغمون بصح الله غالب تلاهيت وما قديتش باش ندير لكم لونغيستغمون. كل حاجة بوقتها وكل حاجة كي قالت لك وين يكتبها لك ربي هذيك هي. كما راكم تشوفوا معايا اليوم الصباح بكري وجدت قهوتي شربت قهوتي ورايحه نوجد الفطور تاعي بكري. علاش؟ على خاطر عندي خرجه عرضتني صاحبتي للقهوه دايره النفاس تاعها وعارضه كاع الحباب وصغدي غادي نتجمعوا مع بعض نتقاسموا ديك الفرحه تاعها. الوغ انا واش درت الفطور سبقته على فونس باش هكاك نروح نوجد روحي ونقعد ترونكيل. درت فطور وحشه خاطرش اني على بالي باللي غادي ندخل فيغ لو طاغ وزيد بزياده ما عنديش الخاطر. انا كي نخرج برا ما يكونش عندي الخاطر باش نوض ونطيب. عليها غادي ندير وجبه تاع فطور وتاع عشاء. هنا راح ندير تورته تركيه اللي بالعجينه التركيه سهله مهله. وجدت لافارس تاعي ديروا اي فارس بغوها نتوما. انا هنايا هذه سهله مهله درت فيها زيت الزيتون درت فيها لافيون داشي درت فيها المعدنوس ودرت فيها البصل والثوم وتبلتها. التوابل دكم نخلي لكم كل شيء بالمقادير في صندوق الوصف هكا باش ما نطولش عليكم الهضره بزاف والفيديو راني مسرعته باش ما نبقاش عندي ديكالاج. هنا وجدت لاباري تاعي اللي غادي نديرها فوق هذيك العجينه خاطر هذه العجينه تجي ناشفه ويقلها هاد لاباري سينو ما راهاش طيب وتجيكم الناشفه بزاف. هنا درت زوج حبات بيض درت لاكريم ليكيد ودرت ثاني شويه حليب ودرت نواد موسكاد والملح والحرور. هنا الى بد الليكيد تاعكم يكون فريمون غازر فادير مادام عندكم العجينه بزاف مادام تزيدوا تقووا هاد لاباري سينو خاصكم فريمون تشمخوها. لو كان ما تشمخوهاش راح تجيكم ناشفه والبنه كاينه بصح تجيكم يابسه. هذه هي الطريقه اللي نخدموا بها هاد العجينه. وهاد العجينه كاين انواع ماهيش لاباط افيلو ماهيش لاباط افيلو وقادرين تخدموها بلا باط افيلو بصح ماشي عجنه واحده ما تجيكمش كيف كيف. فوالا هذه شويه تاع البوراك يقولها في بالي البوراك والله ما كتب عليكم ليسونس راها باينه. فوالا هما يديروا بهم البوراك بوراك يقولوها بالبوراك. فوالا وفي كل طبقه لافاي نحطها رايحه نحط شويه تاع الخليط. راكم شفتوا راني درت بزاف هذيك لاباري تاعي وفي كل طبقه نحط هذيك انا قسمتها على زوج باش هكاك نعرف باللي غادي ندير التحتانيه وندير لها فقس في الوسط ونعاود نزيد الطبقات اللي راهم باقي لي باش هكاك ما نقعدش غير نحط وما نعرفش لاسكو باقي لي الفوقاني ولا لا. شوفوا هي تتقطع لكم ولا ما تتقطعش عادي في البلدي حطوها كيما راها لاخاطش ميم الفوقانيه
وما تخافوش عليها ولا تخافوش منها، ما تخسر لكم ما والو. هنا حطيت لافارس تاعي اللي كيما قلت لكم انا درتها بلا فيون داشي، وانتم قادرين تنوعوا فيها، ديروها غير بالخضره، طيبوا خضره تاعكم الافونس فوالا، ولا ديروها بالدجاج، ولا ديروها بالطون، ولا تبغوا ميم ديروها غير بالفرماج. هي صراحه تبغي الفرماج بزاف، ولا هما تراكي يديروها بالفرماج والمعدنوس ولا بالليزيبينار. هذه هي الوصفه الاصليه تاعهم. ومن بعد راكم عارفين هما ما يديروش اللحم بزاف، باسكو ولا يديروا الفرماج وهذاك الفرماج تاع الفيتا. فوالا انا هنايا درت لها فرماج غابي، وزدت لها ثاني فرماج موتزاريلا. انا نموت على الفرماج في لي تورت ولا في هاد المعجنات اللي كيما هكا. انتوما ديروا الشيء اللي عندكم، انا اللي كان عندي حطيتها، باسكو هنايا الفرماج غابي ما درتش بزاف، الوغ زدت لها الفرماج موتزاريلا اللي ربيته، ما بغيتش نديرها دي مورسو باش يجي بارتو. هاد الفرماج الاورانج اللي راكم تشوفوا فيه كانت بقيت لي غير شويه، وما بغيتش نضيعها باش خاطر ما عنديش وين نديرها، الوغ اللي لقيته حطيته باش هكاك نتهنى منها وما يديعليش الفرماج يبقى ناشف. ولا عاود كملت لا تورت تاعي، انا نسميها تورت فوالا باسكو سي كومي تورت. درت لها تاني طبقات، وفي كل طبقه خصني ندير هاد نسيت ما قلت لكمش هاد لاباري زدت فيها تاني الزيت، لابد يجي فيها الزيت. انا ليسونسييل الا كان نسيت لكم حاجه ولا روحوا في صندوق الوصف، راني نكتب الوصفه مفصله باش هكاك ما ننسى لكم حتى حاجه، باسكو كي يكونوا نديروا لونجيسترومون راه يزرب ديفو علينا لونجيسترومون، رانا ننسوا واش كاين في الوصفات. لهذا خاصكم تولوا لصندوق الوصف وشوفوا الديتاي، وما تزربوش عليا وتقولوا باللي في صندوق الوصف راه خاوي. انا ديفو نحط الفيديو والتما الحشيه ولا في الليل ديفو هكا كي نريح ونجمع، راني نقعد في خاطري ما نبغيش ندير حاجه بالزربه هكا، ولا نخاف لا ننسى لكم كاش حاجه ولا هذيك هي. ودروك كملت لاباري تاعي، كملت ديك العجينه وزدت لها من الفوق الجنجلان. نتوما تبغوا ديروا جنجلان، تبغوا ديروا ما ديروا والو، تبغوا ديروا تاني البافو كيما تبغوا ديروا، شكلوها فوالا. وهنا دخلتها للفرن يكون مسخن على درجه 180 درجه، وخلوها حتى فريمون تنشف فوالا وتحمر من الفوق. هنا في نفس المقله اللي طيبت فيها اللحم تاعي باش تعطيني البنه، انا كيما هكا ندير دائما باش نعطي البنه، وبعد تاني ما نضاش نكثر على روحي المواعين. هي صراحه على خاطر البنه خليتها باش الروز تاعي اللي غادي نديره يجيني بنين. درت شويه طرف تاع دهان، ودرت لها تاني واحد الحفنه تاع شوربه فيرميسيل، حمرتها غير شويه ما تخلوهاش تتنحرك، ما تغفلوش عليها باسكو هي تحمر بالخف. فوالا باغي ندير واحد الروز اللي رافق هاد لاتورت، وزيد معاها تاني شويه سلطه، وهذيك هي الوجبه تاعنا تاع نهار اليوم اللي كشر كثرت باش يبقى لي للحشا. انا ما غاديش نفطر في الدار لخاطرش كي تكون عندي كاش خارجه ولا هاني ما نفطرش، نوغدا ديريكتومون نوغدا جيعانه، مانيش عارف لكم انتوما كيفي ولا لا، ما نكذبش عليكم نبغي كي نجمع ما نكونش غير شبعانه وتبقي تقلشي. هذه زعما عيب واحد كي يكون عارضك وانتيا تروحي شبعانه والشي اللي يحطه لك يعاود يولي ما تاكلي منه والو، تبقي غير لا معليش راني مش قاده. عيب عيب كبير واحد كيمشي عند ضيف ويكون شبعان يليق، باسكو يعرف باللي اي دار تمشوا لها رايحين يخسروا ورايحين يحطوا لكم ورايحين يقيموا بكم. الوغ نتوما تاني خصكم تديروا بالواجب تاعكم، خاطر الواجب ماشي غير في الضيافه، حتى الضيف تاني اللي يجي خصه يكون ضيف يقنع، ضيف يفرح، ضيف الواحد كي يجمع معاك تحلى معاه الجماعه والقعده. الا كنتم راكم داكور معايا قولوا لي في لي كومونتير، ولا راني غلطه قولوا لي تاني في لي كومونتير. ما نبغيش هذوك الناس اللي يجوا ويجمعوا ويديروا الشيكي وكل حاجه طبسي تقول لهم كولوا تتي في بلاصت في بلاصتهم تحشمي تعجزي تعاودي تقولي له باللي كش راكي تصمتي عليه. وانا نبغي هذاك الواحد اللي يجي وياكل ياكل على خاطره، يدي مام اللي بغاه يديه معاه. معليش انا ليسونسييل الحياه ما تبقاليش ما توليش للكوزينه تاعي. شوفوا الروز تاعي عادي كما شفتوا، حطيت فيه هذوك لي زيبيس دوك، من بعد نحط لكم كاع المقادير في صندوق الوصف. حطيت لي زيبيس لابد ديروا فيه لي زيبيس باش يجي مبنن فوالا. ودرت الروز تاعي تاني قليته اللي هي عبار تاع روز مع زوج عبار تاع ما يكون حامي، نقصوا عليه الماء النار وبلعوا عليه وخلوه يطيب على درجه قليله قليله قليله. انا باش يطيب في خاطره خاصني ندير هذيك لا بلاك من تحت، خاطرش ما نديرها قليله ونخاف يزرب لي في الطياب، باش هكاك كي تشوف
شوفوا الروز تاعكم صاي الماء ما بقاش تحت، حبسوا وخروه من النار وحلوا الغطاء باش ما يزيدش يكمل طيابه. وهذا هو الروز تاعي كيفاش يجي، يجي بنين بزاف. الا ما درتولاش هذوك لي زيبيس صدقوني ما يجيش عنده بنه سبيسيال. هذا الروز على الطريقه الباكستانيه اللي يعجبني 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 يعجبني، كليته واحد المره في ريستورون ومن ذاك الوقت وليت نخدمه على هذه الطريقه. ما فيهش مقادير بزاف، تاكلوه بلا لحم تاكلوه بلاش، فريمون يجي بنين. وهذه هي لا تورت تاعي اللي خدمتها، التورت التركيه، هي بوريك تركي بصح انا نقولها تركيا. فوالا، والروز تاعي قدمته على هذا الشكل. ودوك من بعد نقطع على تورت تاعي ونوريها لكم كيفاش جات. جات فريمون موالوز من الداخل وبنينه بنينه ما تصدقوش، واحد البنه تجي فيها هذيك لافارس، لافارس هي اللي تعطيها بنه. ورافقت ثاني هذا الفطور تاعي بهاد السلطه خفيفه. انا دائما كي ندير هاد لي تورت ولا خصني ندير معاهم سلطه خضراء، طوماطيس، روز، الروز اللي راني دارته، ولا ديري كاروطه، ربي حبه كاروطه. شوفوا سلطه خفيف خفيف ظريف، ما كثرتش فيها ما والو، فيت البيض تاعي حطيتها وهذاك هو. صراحة أنا نبغي الفطور تاعي يكون كيما هكا، حاجة خفيفة ليجي لي فريمون من كل شوية حاجة هكا تقنع. ولا حبيباتي، أنا كملت الفطور، لميت صوالحي، روحت، وجدت روحي حاجة خفيفة ظريفة. بغيت نمشي لهاد هاد القعدة ونبروفيتي فيها، ما بغيتش نلبس تقليدي على خاطرش يتقني شوية. وبغيت ما نكذبش عليكم، نزهى ونفرح ونرقص باش نفرج على الغمة تاعي. هكاك أنا دي فوا كيما هكا، إلا بغيت نروح ندير شيكي هاني نلبس، ولا بغيت نوري روحي هاني نزيد فيها. بصح كي نبغي نفرغ ونبغي نزهى راني نلبس عادي باش هكاك نحس روحي بلي راني خفيفه. وهذه هي السهره تاعنا، القعده تاعنا عند حبيبتي اللي عمرها دار فريمون، دارت خل ما خلت ما تحط. ولا كان هذا هو المزيود تاعها اللي هو وليد، ربي يهنيها وربي يعطيه الصحه ان شاء الله، وتشوفه عريس ان شاء الله، ونتلاقوا ثاني وتعاود تعرضنا. وما شاء الله عليها، حطت من كل شيء شويه بالطبع والهمه والشال. وكل واحد وكيفاش يقدم على طريقته. انا عجبتني الطريقه اللي قدمت بها هاد النفس تاعها، دارت كيما يديروا في البلاد. صراحه يعني عجبتني القعده، كانت قعده جزائريه فريمون 100%. الحطه تاني كانت تقليديه جزائريه، شويه بي مودرن دروك باسكو راناكم عارفين انا كلش نديروه توب دو توب، كلشي ندخلوا فيه المودرن. بصح يبقوا التقاليد تاعنا والاطباق تاعنا والحلويات الجزائريه طاغيه طاغية طاغية. شوفوا التقديم، هذا هو التقديم الجزائري محض، اللي كي نحطوه جاتو نحطوه في كل طبسي، نحطو نوع من الجاتو، وفي الطابلة نحطو كاع انواع على حساب العدد الافراد اللي راهم مجمعين في الطابلة. ومن بعد عاود تجي القهوة، ويجي البرة تاع لاتاي، ويجي التيرموية تاع القهوة بالحليب. وتاني وزدت حطت لنا الرفيس ودارت معاه البن تاني، وحطت من كل شي شوية. وشوفوا فوالا، انا بغيت نصور لكم نعطيكم فكره، نعطيكم لي موديل لي كاطو تاني اللي حطتهم، الطريقه اللي قدمت بها الطابله تاعها اللي فريمون عجبتني بزاف. وانا نفتخر كوني جزائريه، نفتخر بالناس اللي عايشين في الغربه اللي مازالهم متمسكين بالعادات والتقاليد تاعنا. وتبقى لمه الحباب ما كانش كيفها، يعني اللي يكون غابر عليك تلقيه في هذا النهار، وهذاك هو الصح. الحمد لله على كل حال، وربي يجازيها كل خير، باسكو واحد كي يتفكرك ويقيمك ويقدر بيك صراحه يبقى انسان فريمون قيمته كبيره عندك. وكما قلت لكم ديما، هذه هي القعده تاعنا الجزائريه اللي فريمون لا ديكوراسيون كانت لو توب. هذا هو الرفيس اللي تقدم انديفيديوال، شي مليح تاني. وهنا هذا هو البن، وكما شفتوا كل واحدة وما شاء الله عليها، كانوا الحبابات يعاونوا، كانوا كل شيء قاموا به.
ومحلى الحباب اللي تلقاو في الشدة وفي الفرح وفي كل وقت. هذاك هو الصح. كان هذا هو الفيديو اللي بغيت نتقاسمه معكم. إن شاء الله يا ربي يكون عجبكم. إن شاء الله يا ربي طلت فيه الخير عليا وعليكم. وما تنساونيش بدعويكم، دعوي الخير اللي هي راها فريمون تساعدني بزاف بزاف بزاف، خاصة كيكون الغريب، دعوة الغريب راهي مستجابة. والحمد لله ربي كتر عليا حبابي، وربي خليني ديما 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 فرحانة بكم. حبيبات قلبي أنا ما نكترش عليكم الهضرة بزاف، نخليكم تكملوا الفيديو للآخر وإن شاء الله رايحين تستمتعوا به. ونضربكم موعد آخر بإذن الله. نقولكم ما تنساونيش باللايكات، ما تنساونيش بالتعليق، ما تنساونيش بالبارتاج باش تكبر القناة. وهذا الشيء بالفضل الدعم تاعكم أكيد، يعني الخدمة تاعي راها نص والدعم تاعكم هو اللي يكمل النص الباقي. دمتم في رعاية الرحمن. أنا نقولكم تبقوا على خير وتهلاو في رواحكم، ونضربكم موعد آخر بإذن الله. حبيبة قلبي نموت عليكم. بسلامة.